الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والواضح إن شاء الله بثار رياضياتي عن الحال الفضلة غير المقيدة، أو ما يسمى بـ Unconstrained Optimization. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم أحبتي، وعلى بركة الله نبدأ. أكرر هنا في هذا المقطع سأبين كيفية الحصول على الحال المثلى غير المقيدة Unconstrained، طبعا Optimization لدالة متعددة المتغيرات Multivariate Function، بمعنى أنها تعتمد الدالة على أكثر من متغير مستقل واحد. لنفترض وجود الدالة الآتي، الآن هذه بشكلها مجرد من غير يعني أرقام وقوة، هنا W المتغير التابع المراد الآن معرفة سلوكه، هو عبارة عن دالة F أو ماذا، متغيرين مستقلين هما X و Y. من أجل الحصول على القيم الحرجة أو ما يسمى بالcritical values التي تبين حالة الدالة، أهي عند النهاية العظمى minimum أم عند النهاية العظمى اللي هي طبعا هنا الصغرى minimum أم عند النهاية العظمى اللي هي maximum أم عند نقطة السرج اللي هي سادل بوينت، لا هي نهاية صغرى ولا نهاية عظمى. فنتبع الخطوات الآتية. خطوة الأولى، نحسب المشتقة الجزئية الأولى first partial derivative بالنسبة للمتغير الأول ومساواتها بالصفر. الآن هنا أخذنا المشتقة الجزئية الأولى W اللي هي تساوي W sub X اللي هي نفسها رمز هذه فقط، يعني الآن نستخدم نفس الرموز في كل مكان، تساوي F sub X وتساوي partial X تساوي صفر. طبعا بمعنى آخر بأن معدل التغير في الدالة هذا partial F partial X، معدل التغير في الدالة W هنا توقف عن التغير اللي هو يساوي صفر بهذه الحالة. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، حساب المشتقة الجزئية first partial derivative بالنسبة للمتغير الثاني ومساواته بالصفر كذلك. معنى آخر الآن W sub Y تساوي F sub Y وتساوي partial F partial Y، كذلك معدل التغير توقف عن التغير أي سوي لها بالصفر. الخطوة الثالثة، حساب المشتقة الجزئية الثانية بالنسبة لكل متغير. كيف الآن الرمز هذا يصبح WYY والرمز طبعا السابق اللي هو WX يصبح WXX، أي بمعنى آخر هنا W sub XX يساوي partial تربيع اللي هو هذا الرمز فقط لغير، ليس هناك شيء مربع ولا هنا مربع، فقط رمز استخدمه لايبنز استخدمه نيوتن في غابر الزمان. ف W sub XX يساوي partial تربيع F partial X تربيع، والآن هذه المشتقة الجزئية الثانية بالنسبة للمتغير الأول X والمشتقة الجزئية الثانية بالنسبة للمتغير الثاني Y، partial YY تساوي الآن partial تربيع F partial Y تربيع. هذا مهم جدا جدا. الآن الخطوة الرابعة، حساب المشتقة الجزئية التقاطعية cross partial derivative لكل متغير. لكل متغير ما هو الآن cross partial derivative؟ يعني عندما قمنا باشتقاق الدالة بالنسبة للمتغير الأول X طبعا طيب أو X، قمنا باشتقاقه مرة واحدة، الآن نحسب معدل التغير للمتغير الثاني في الدالة المشتقة. يعني معنى آخر الآن هذا المثال هنا أو هذا التوضيح W sub XY تساوي WY sub YX وتساوي F sub XY وتساوي F sub YX. سأبين ذلك بمثال واضح إن شاء الله كيف نشتقها يعني بإذن الله تعالى. نتابع الآن، ما هي شروط النهايات؟ عندي شرط النهاية الصغرى النسبية طبعا هنا relative minimum، ليست global ليست كونية هنا، لأنه الدالة تهبط وتصعد كذا كذا، فالآن يعني نأخذها في منطقة نسبية من الدالة. الآن يجب أن يكون الآن معدل التغير بالنسبة للمتغير الأول W sub X اللي هو تساوي partial F تساوي partial F partial X يساوي صفرا، وكذلك الأمر W sub Y تساوي partial F partial Y تساوي صفرا. إذن هنا معدل التغير بالنسبة معدل التغير في الدالة بالنسبة للمتغير الأول تساوي صفرا، ومعدل التغير في الدالة بالنسبة للمتغير الثاني تساوي صفرا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المشتقة الجزئية الثانية
W sub X X اللي هي تساوي partial تربيع F partial X تربيع يجب أن تكون أكبر من صفر. كذلك الأمر المشتق الجزئية الثاني بالنسبة للمتغير الثاني W sub Y Y تساوي partial تربيع F partial Y تربيع هنا كذلك الأمر أكبر من صفر. هذا شرط ضروري للنهاية الصغرى اللي هي relative minimum. وآخر شرط يجب أن يكون حاصل ضرب المشتقتين الجزئيتين الثانية. لاحظ هنا WXX مضروب في WYY يجب أن يكون أكبر من مربع أي واحد من هذولا. يعني هذولا لأنها متشابهة أوكي مربعة فلذلك يجب أن يكون بالحالة هاي حاصل ضرب WXX في WYY أكبر من مربع أي واحد من هذولا لأن كل هذه داخل القوس متشابهة. وآخر هو هذا يعني يتضمن ماذا؟ أنه حاصل ضرب المشتقة الجزئية الثانية للمتغير الأول والثاني بالآن F sub XX مضروب في F sub YY مطروح منه مربع المشتقة الجزئية الأولى الكروس طبعا التقاطعية مربع أعلى من يعني سالب هذا هذه ضرب هذه ناقص مربع هذه يجب أن يكون أكبر من صفر. بالنسبة لشرط النهاية العظمى هذا الشرط اللي هو الشرط ذاته في النهاية الصغرى تكرر هنا وكذلك الأمر هنا بدل ما يكون أعلى من صفر هنا WXX اللي هو تساوي المشتقة الجزئية الثانية partial تربيع F partial X تربيع يجب أن يكون أقل من صفر هنا أعلى من صفر و W sub YY اللي هي تساوي partial تربيع F partial Y تربيع يجب أن تكون أقل من صفر. لاحظوا لي هنا هذا الشرط أعلى من صفر هنا أقل من صفر هنا المينيمم اللي هي النهاية الصغرى هنا الماكسيمم اللي هي النهاية العظمى. والأمر ذاته بالشرط الثالث اللي هو حاصل ضرب المشتقتين الجزئيتين الثانيتين يجب أن يكون أعلى من مربع أي واحد من هذولا. بمعنى آخر يعني أنه حاصل ضرب المشتقتين الجزئيتين الثانيتين يعني second partial derivative مضروبة بالsecond partial derivative هنا بالنسبة لX وهنا بالنسبة Y مطروح منه مربع المشتقة التقاطعية يجب أن يكون أكبر من صفر. إذن هذه الشروط مهمة جدا يجب أن تتحقق حتى نصل في هذه الحالة يجب أن النهاية صغرى وفي هذه الحالة عن النهاية العظمى. لنأخذ مثالا طبعا قبل المثال يمكن وضع هذه المشتقات فيما يطلق عليه مصفوفة هيشن هيشن ماتريكس كما يأتي. الآن هذا الهيشن ماتريكس H تساوي نضع المشتقات كما يلي هنا. الآن لاحظوا لي في القطر الرئيسي وضعنا المشتقة الجزئية الثانية بالنسبة للمتغير الأول F sub XX والثاني هنا F sub YY وهنا وضعنا المشتقات التقاطعية لأنها متشابهة لأنها هذه المشتقة تساوي هذه المشتقة بالضرورة سبحان الله منطق ما يسمى بالاشتقاق الجزئي. لكن على القطر الرئيسي المشتقات الجزئية الثانية. الآن شرط النهاية أن نكون إذا أخذنا الديترمينت أو محددة هذه المصفوفة ديترمينت بأجله ديترمينت بهذه اللي محددتها يجب أن تكون أكبر من صفر من أجل الحصول على المينيمم. أما إذا كانت أقل من صفر يعني محددة هذه المصفوفة فإنها بتكون بالحالة هي أقل من صفر بتكون ماكسيمم. في جميع الحالات تكون F sub X Y تساوي F sub Y X كما ذكرت لكم قبل القليل ويجب أن تكون محددة المصفوفة هنا دائما أبدا حاصل ضرب هذه في هذه مطروح منها مربع هذا اللي هي المشتقة التقاطعية مربعة يكون الفرق بيناتهم أعلى من صفر. الآن المثال مثال لنفترض وجود الدالة الآتية هذه الدالة W تساوي F of X Y تساوي 6X تربيع سالب 2XY زائد 4Y تربيع سالب 8X سالب 14Y زائد 12. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية الترفية وبعث فيها مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد. لأن يؤذن عصر في اليوم 19 مارس آذار 2022 في عمان. فإذا الآن هذه الدالة W تساوي F of X and Y تساوي 6X تربيع سالب 2XY زائد 4Y تربيع سالب 8X سالب 14Y زائد 24. إذا الآن الخطوة الأولى نأخذ مشتقة
المشتق الجزئية الأولى بالنسبة للمتغير الأول اللي هي W sub X تساوي F sub X وتساوي 12. لاحظوا لهذه 2 في 6 12 يبقى عندي X سالب. الآن هذه تذهب فيبقى عندي سالب 2Y وهنا تذهب X فيبقى عندي سالب 8. إذن ومنسويها بالصفر، يعني ليس هناك أي عبارة فيها X إلا هذه العبارة وهذه العبارة وهذه العبارة. عندما نشتق هذه بالنسبة لX نحصل على 12X سالب 2Y سالب 8 بنسويها بالصفر. هذا معدل التغير في الدالة نسبة إلى مين؟ الآن متغير الأول X نسويها بالصفر، توقف معدل التغير. المعدل التغير بالنسبة للمتغير الثاني، معدل التغير في الدالة بالنسبة للمتغير الثاني يساوي W sub Y تساوي F sub Y تساوي الآن سالب 2X. لاحظوا لي هنا اشتقيناها، هذه تذهب صفرا لأن ليس فيها Y، هنا فيها Y فبصير سالب 2X هنا وهنا فيها Y. لاحظوا 2 في 4 8 في Y، إذن هذه 8Y وهنا 14Y سالب، طبعا تبقى عندي سالب 14 بنسويها بالصفر. الآن عند حل هاتين المعادلتين، هذه المعادلة الأولى وهذه المعادلة الثانية، معادلتين آنيتين لاحظوا فيهم X وY. عند حل هاتين المعادلتين آنيا نجد بأن النقطتين الحرجيتين X تساوي 1 وY تساوي 2 تجعلان معدل تغير الدالة يصل إلى الصفر. والدليل على ذلك لاحظوا لي هنا أي الحساب البسيط، عندما عوضنا في المعادلة الأولى والثانية قيمة X1 Y2، هنا X1 Y2 لاحظوا لي يطلع عند 12 في 1 سالب 2 في 2 سالب 8 يساوي صفرا فعلا، وإذا هذه أول قيمة حرجة. وعندما عوضنا في الثانية 1 و2 هنا سالب 2 في 1 زائد 8 في 2 سالب 14، يعني منعوض بدل X هنا 1 وبدل Y منعوض 2 فمنحصل 0 0. ما يعني ذلك أنه الآن حصلنا على أول مراد اللي هو الخطوة الأولى، سويناها بالصفر وتعرفنا على القيم الحرجة. ما هي القيم الحرجة؟ هي X تساوي 1 وY تساوي 2 تجعل معدل تغير يصل إلى الصفر. الآن نذهب إلى الشرط الثاني، هنا الخطوة الثانية نقوم بحساب المشتق الجزئي الثاني بالنسبة لكل متغير ونفحص إشارتها. بالنسبة للمتغير الأول حيث كانت المشتقة الجزئية الأولى، هذه المشتقة الجزئية الأولى بالنسبة للمتغير الأول كانت تساوي 12X سالب 2Y سالب 8. إذا اشتقيناها مرة أخرى W sub XX فبتساوي F sub X بتساوي 12 فقط لا غير، وهي أعلى من الصفر، إذن إشارتها موجبة لأنها أعلى من الصفر. أما بالنسبة للمتغير الثاني حيث كانت المشتقة الجزئية الأولى هكذا، كانت المشتقة الجزئية الأولى WY هاوي F sub Y تساوي سالب 2X زائد 8 ناقص 14. عندما نشتقها مرة ثانية بالنسبة ل Y نحصل على أنه WYY تساوي FYY تساوي 8 وهي أعلى من الصفر. إذن الآن هذه المشتقة الجزئية الثانية أعلى من الصفر وهذه المشتقة الجزئية الثانية أعلى من الصفر، معناته على الأقل الآن وصلنا إلى نهاية صغرى. لكن هناك شرط آخر، ما هو؟ المشتقة التقاطعية، فهي الآن WXY تساوي F sub XY تساوي سالب 2، وسبحان الله WYX تساوي F sub YX وتساوي سالب 2 الآن وهي سالب، لاحظوا لي أقل من صفر. أوكي، هذا يعني وحيث أن الآن المطلوب أنه حاصل ضرب هذه المشتقة الجزئية الثانية في المشتقة الجزئية الثانية يعني بالنسبة لX بالنسبة لY تساوي 96 وهي أكبر من مربع هذه أو هذه اللي هي سالب 2 تربيع، أكبر مربعها، ما يعني بأن الدالة وصلت إلى نهاية صغرى عند القيمتين الحرجتين 1 و2. آخر إشي الآن نتحدث عنه أنه نستخدم كذلك أمر حتى نتحقق 100%، هنا تحققنا يعني، لكن زيادة في التحقق نذهب إلى مصفوفة هيشن. الآن يمكن التأكد من نوعية النهاية بتطبيق قاعدة مصفوفة هيشن كما يأتي. الآن هذا مصفوفة هيشن determinant of، وضعنا الآن المشتقة الجزئية الثانية هنا لاحظوا لي 12 8 وهنا التقاطعية، فإذا ضربنا هذه في هذه 96 سالب هذه في هذه اللي سالب سالب التربيع بيطلع عندي الجواب 92 وهي أعلى من صفر، إذا minimum.
أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة. لكم أحبتي الطلبة حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.